يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في كتابة وقت الدوام في الصباح مع أني أداوم من مكة إلى الطائف قبل الدوام بساعتين؟ فهل أكتب الوقت الذي أخرج فيه من المنزل أم أكتب الوقت الذي أصل فيه إلى العمل؟ الدوام له بداية وله نهاية حسب النظام، حسب النظام، ولا يدخل فيه خروجك من جدة أو من مكة، ما يدخل فيها، ما هو من الدوام. هذا الدوام له بداية وله نهاية حسب نظام الدولة، لا تنقص منه شيئا، لا تتأخر عن بدايته ولا تتقدم على نهايته، بل تداوم جميع الوقت النظامي. نعم.